مش عايز اشتغل معاك. قصة خناقة الفنان عادل امام مع الراحل سمير غانم، ولماذا لم يحضر الزعيم جنازته؟ الزعيم اسطورة الكوميديا، اذا اجتمع الثنائي لازم تضحك. الزعيم عادل امام والفنان القدير سمير غانم اللذان حفر تاريخ الكوميديا في السينما المصرية، كل منهما على حدة. وعلى الرغم من انهما لم يعملا معا كثيرا، إلا إنهما تربطهما صداقة وطيدة وعشرة عمر. رحلة حياة جمعت بين عادل إمام والفنان المصري الراحل سمير غانم بدأت منذ فترة الشباب، وكان بداية مشوار الفنان عادل إمام من خلال مسرحية أنا وهو وهي، حيث لمع نجمه فيها، والتي جسد خلالها شخصية الأستاذ زسوقي. أما عن الراحل سمير غانم فقد حفر اسمه في البداية بتكوين فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالتعاون مع الثنائي جورج سيدهم والضيف أحمد، ونجح الفنان سمير غانم نجاحا ساحقا مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وظهرت أعماله على شاشة السينما من خلال العديد من الأفلام التي حققت نجاحا ساحقا. وفجأة اختفى كل هذا النجاح مع رحيل العنصر الثالث للفرقة وهو الضيف أحمد عام 1970. وفي محاولات عديدة من الفنان سمير غانم في إقناع الزعيم عادل إمام بالانضمام إلى الفرقة ليكملوا مسيرتهم الفنية معا وتعويض غياب الضيف أحمد، لكنه رفض فكرة أن يكون ضلعا ثالثا في فرقة غنائية، وقال له إنه يحلم بالبطولة المطلقة التي يلمع اسمه فيها منفردا. وعلى إثر ذلك الرفض فقد تأثر سمير غانم برفض عادل إمام الشديد لطلبه، ولم يكن مقتنعا بأسبابه، وزاد الخلاف بينهما بمرور الأيام والسنوات، حتى التقى الطرفين في مناسبة ما وتم الصلح بينهما. وقد شارك سمير غانم مع الزعيم في تاريخ فني يتلخص في 7 أعمال، وهي جواز على الهواء، وأزواج طائشون، وأذكياء لكن أغبياء، وجنس ناعم، ومغامرون حول العالم، والمشاغبون في الجيش، ومسلسل عوالم خفية. ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، ودرس في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ثم قابل كل من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا سويا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي معروف يعتمد على الإسكتشات الكوميدية. لمع نجمه على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الأغاني الكوميدية كان أشهرها طبيخ الملايكة وروميو وجولييت، ثم قدم الثلاثة بعدها عددا كبيرا من الأفلام والمسرحيات التي لاقت نجاحا ساحقا. لماذا لم يحضر عادل إمام جنازة وعزاء الفنان الراحل سمير غانم؟ كشفت وسائل إعلام مصرية سبب عدم حضور الزعيم عادل إمام جنازة وعزاء صديق عمره الفنان الراحل سمير غانم، واكتفى بإرسال ابنه المخرج رامي إمام لتقديم واجب العزاء. وصرح مصدر مقرب من الفنان عادل إمام بأن الحالة الصحية للزعيم لا تسمح بتواجده في أي مراسم سواء عزاء أو زفاف، مشيرة إلى أن عادل إمام يعاني من أمراض الشيخوخة حاليا، ولهذا لم يستطع حضور عزاء سمير غانم. وأضاف أن الأطباء المعالجين يحرصون على توفير المناخ الجيد له وعدم الاختلاط بأي ازدحام تخوفا من إصابته بفيروس كورونا أو أي عدوى أخرى، حيث أن مناعته ضعيفة جدا. وكان الزعيم عادل إمام قد نعى الفنان الراحل سمير غانم عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قال له: مع السلامة يا سمير، مع السلامة يا حبيبي، هتوحشني قوي. جديرا بالذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة عن عمر يناهز 84 عاما متأثرا بفيروس كورونا، وشيعت جنازته يوم الجمعة الماضي من مسجد المشير في التجمع الخامس بالقاهرة، وشارك في الجنازة عدد كبير من نجوم مصر. آخر رسالة صوتية للراحل سمير غانم تنبأ فيها بوفاته:
تنبأ الفنان الراحل سمير غانم ووفاته في آخر رسالة صوتية أرسلها الفنان الكبير قبل احتجازه في مستشفى الصفا بسبب مشكلاته الصحية في الكلى وإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والتي أدت إلى وفاته. الرسالة كان قد أرسلها غانم لصديقه الشاعر إسلام خليل مع بداية شهر إبريل الماضي، وتنبأ فيها بوفاته وعدم حضوره شهر رمضان الكريم. قال غانم نصا في الرسالة: بالنسبة لرمضان السنة دي مش متأكد إنه جاي، مش عارف، ما عنديش حاجة في رمضان والصحة مكركبة، بس هطلع ضيف شرف مع دنيا في حلقة، حتى دنيا 15 حلقة بس عشان كورونا. حسن الرداد يعلق على اعتذار النجوم عن حضور الأفراح تقديرا لوفاة سمير غانم. بعد دفن الفنان الراحل سمير غانم والمواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي تنتقد بقوة حضور عدد من الفنانات لحفل زفاف رجل الأعمال في الجونة بعد ساعات من حضورهم لجنازة الراحل الفنان سمير غانم دون مراعاة لمشاعر أسرته. وعلق الممثل حسن الرداد على الأمر من خلال نشر صورة للممثلة هالة صدقي التي كشفت أنها اعتذرت عن حضور حفل زفاف لحالة الحزن التي تحياها، وصورة أخرى من تدوينة كتبها المنتج هشام جمال كشف فيها أن الفنان محمد حمائي أرجع عربون حفل زفاف كان من المفترض أن يحييه في نفس الليلة. اكتفى الرداد بالتعليق بإيموجي بيدين متلاصقتين وهي دلالة على الشكر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. هالة صدقي عن دنيا وإيمي سمير غانم أطفال تايهين من غير أمهم. أبدت الفنانة هالة صدقي تعاطفها مع دنيا وإيمي سمير غانم بعد رؤيتهما لصور جنازة والدهما الفنان الراحل سمير غانم والتي لم تحضرها والدتهما دلال عبد العزيز بسبب عدم معرفتها بخبر الوفاة، حيث تتلقى العلاج داخل إحدى المستشفيات إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد. نشرت هالة صدقي عبر حسابها على إنستجرام صورة لابنتي سمير غانم وكتبت معلقة: إحساسي في اللحظة دي إن إيمي ودنيا رجعوا أطفال، وبالرغم من وقفة أزواجهم المحترمين حسن ورامي في ظهرهم، لكن تايهين من غير أمهم. أضافت: يا رب ما يحرم حد من أي غالي ولا عزيز، ويلاقي الإيد اللي تطبطب عليه وتشد وقت الشدة. ربنا يرجع لهم أمهم بألف خير.